دكتور عبد المنعم، توقعاتك للعلاقة بين تل أبيب واشنطن بعد تولي الرئيس الجديد دونالد ترامب، في ظل تناول تقارير عدة لوسائل إعلام عالمية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقدم هدايا سياسية بالمنطقة للرئيس الأمريكي المنتخب الجديد دونالد ترامب؟ يعني لازم الواحد يشوف الهدايا اللي هيعملها إيه نتنياهو. لغاية دلوقتي الهدايا اللي بنشوفها منه قنابل وقتل ناس، يعني جينوسايدال زي ما بيقولوا يعني. لا انا اعتقد هو هيبقى قريب منه، يعني هو نتنياهو مش عايز حل، مش عايز دوله فلسطينيه، ومش مستعجل لغايه دلوقتي، لانه برضه اداره المساله من الجانب العربي والفلسطيني ما هياش نشط في رايي فيما فيه الكفايه. يعني لو احنا عملنا تكوين لحكومه فلسطينيه حقيقيه بين الاثنين وتستطيع ان هي تدير العمليه في غزه وفي الضفه الغربيه، ده يعمل التقدم، يبقى عندنا كلام. يعني ايضا فكره الميليشيات في المنطقه، حكايه ان احنا عاملين الميليشيات كانها ابطال مقاومه، في الحقيقه هي بتدمر دول عربيه، بتدمر لبنان، بتدمر السلطه الوطنيه الفلسطينيه، بتدمر اليمن، بتدمر العراق. فهي المساله دي برضو عاملنا ان احنا بنتحدث عن نظام اقليمي يسود فيه السلام والتعاون الى اخره، وبما فيه اقامه دوله فلسطينيه. دي المبادره العربيه للسلام، انما للاسف الشديد انه الترجمه بتاعتها للواقع مش ظاهره للعالم على الاقل. يعني دكتور عبد المنعم، لو تحدثنا ايضا عن طبيعه العلاقه بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وسائل الاعلام الاسرائيليه تحدثت عن انهم اصدقاء، هل هذا سيؤثر على مجريات او المواضيع المختلفة في منطقة الشرق أو المشكلات والأزمات والتوترات القائمة في منطقة الشرق الأوسط؟ العامل الشخصي في السياسة الدولية عموما ما هوش كبير، له حدود يعني، لكن أنا رأيي هو الحكاية أنه ترامب زعلان من نتنياهو، لأنه نتنياهو كان أول من هنأ بايدن بالفوز، دي أولا. ثانيا أن اليهود الأمريكيين لم ينتخبوا ترامب، أكثر من 70% منهم لم يعطوا أصواتهم لترامب، الأغلبية الساحقة أعطت لبايدن. فهنا يعني ترامب برضو راجل يعني بيقدر يشوف العناصر كلها، لكن المسألة مش شخصية. أنا في رأيي أنه هو مش مهتم بما فيه الكفاية بمنطقة الشرق الأوسط. قراءتك أيضا لقرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم حرب ضد الإنسانية؟ شفت أنت بتقولي خبر مش كامل، يعني أنا رأيي لازم نقول جالنت ونتنياهو والسنوار وضيف وعدد من القادة. يعني هنا بقى التوازن اللي موجود من المحكمة الجنائية الدولية. للأسف الإعلام العربي كله إنه في جرائم تمت من طرف، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هي نصر معنوي، يعني نصر معنوي لأنه المحكمة ليس لديها أي يعني سلطة تنفيذية في هذا الشأن إلا إذا جت من دول تقوم بالقبض عليهم وهي موقعة على الاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. في دول كتير استقبلت مجرمي حرب بأحكام من المحكمة الجنائية ولم يعني يتم القبض عليهم. يعني كيف تقيم رد الفعل الإسرائيلي على قرار الجنائية الدولية وأيضا رد الفعل الأمريكي الرافض لهذا القرار؟ طبعا رد الفعل العربي معروف. يعني هو الرأي العام الإسرائيلي بيحاول يقول للعالم كله أن المؤسسات المتعددة الأطراف في العالم كلها بحكم الأكثرية العددية للدول العربية وللدول الإسلامية هي بتاخد موقف معادي من إسرائيل. ده موقف بيصدق على الأمم المتحدة، على الجمعية العامة، على العديد من منظمات الأمم المتحدة زي اليونسكو أو المحاكم اللي هي تشكلت واخدة مبادئ الأمم المتحدة شعارا لها. فهي هنا بترى أن في تحيز مسبق في هذا الموضوع.
دكتور عبد المنعم، يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استخدمت واشنطن حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي عدة مرات لحماية إسرائيل من العقاب الدولي، كان آخرها استخدام الفيتو الأمريكي منذ أيام قليلة ضد قرار لوقف إطلاق النار في غزة برغم من موافقة 14 دولة عضو بالمجلس على مشروع القرار. بماذا تفسر هذا الموقف الأمريكي؟ وما توقعاتك أيضا حول موقف واشنطن في مجلس الأمن بعد تنصيب دونالد ترامب؟ يعني بصفة عامة أقدر أقول أن الولايات المتحدة سوف تظل نظرا لعلاقتها العضوية مع إسرائيل بأنها تصوت إلى جانبها أيا كانت مرات التصويت. ده موقف نادرا مرة أو اثنين حصل امتناع عن التصويت، يعني آخرها اللي عمله أوباما في آخر أسابيع ولايته لما جرى أظن كان في قضية عرضت فالولايات المتحدة صوّنت بالامتناع عن التصويت. دي المرة تقريبا قريبة، يعني بقى لها أكثر من 10 سنين كان. إنما هي القضية إنه الولايات المتحدة أنا بتعتبر يعني إسرائيل جزء عضوي منها، حليف استراتيجي كبير. يعني هل تعتقد أن دونالد ترامب قادر على تنفيذ تعهداته التي أطلقها خلال خطاب فوزي بالسباق الرئاسي بإنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط وإحلال السلام في المنطقة؟ لا، الإجابة كلمة واحدة، لا، مش في إيده. هي في إيد اللي عندهم لسه صواريخ يضربوها، وعند اللي بيردوا على الصواريخ، أو طبعا نوايا نتنياهو في ضم أراضي فلسطينية وحتى لبنانية وحتى سورية. ده هو ده الجهة العنوان في الحقيقة اللي احنا كعرب علينا أن نفهمه. يعني ولكن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية هي من تمد وتزود قوات الاحتلال الإسرائيلي أو إسرائيل بالقذائف الذخيرة والمعدات العسكرية. ما هيش اللي تملك السلاح النووي الإسرائيلي، أجزاء كتير من الأسلحة الأمريكية أيضا فيها تصنيع إسرائيل، يعني بعض المشروعات الدفاعية صحيح، يعني البالك الدعم النقدي كثير من الدعم لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة بتدفع ذلك كما تدفع لدول كثيرة في العالم لأنها شريكة معها بدرجة أو بأخرى، وهي ترى أن إسرائيل حليف استراتيجي ربما يأتي فقط بعد المملكة المتحدة.